معايا الصورة دي واللي كانت متاخدة من الكاميرا ال 360، واحنا كنا واقفين هنا وبناخد الصورة تجربة، لكن ما اخدناش صورة تانية، وفي برضو ناس كانت بتعدي الشارع، فانا عايز اشيل الحاجات دي قدر الامكان من غير ما بهدل الدنيا. طبعا قدامي اكتر من حاجة، ممكن استخدم لومينار نيو، ممكن استخدم فوتوشوب، وممكن اعمل حاجات مختلفة. ففي الوقت الحالي انا عايز اجرب الذكاء الاصطناعي داخل لومينار نيو، فاروح اجيب الصورة بتاعتي هحطها في لومينار، هلاقيها فتحت معايا بالشكل ده. طبعا هروح على اديت، هلاقي طبعا عندي ادوات كتيره جدا. في الوقت الحالي احنا محتاجين الاداه اللي اسمها اريز دي، بالمناسبه هي مش افضل حاجه، يعني انا بقول كده مسبقا، ولكن خلونا نجربها مع بعض. فاعمل زوم ان كده، تمام، ممكن اكبر برضو البراش دي شويه الحجم بتاعها. بس كل اللي انا محتاج اعمله اجي هنا كده على الاشخاص، احددهم قدر الامكان. طبعا كل ما هزود التحديد اكتر، كل ما ده يعني هيخلي الذكاء الاصطناعي يعني يبقى بيشتغل اكتر، وبالتالي ممكن يعمل لود على الجهاز او يتقل على الجهاز شويه. طيب خلينا كده نشوف هيعمل ايه. انا متوقع مبدئيا ان حاجات كتير تبقى عكه، ولكن ممكن بعض الحاجات تتظبط بعدها. فخلونا نشوف كده ايه اللي هيحصل دلوقتي. هدوس على اريس، هلاقي بدا يشتغل كده معايا، وهنشوف النتيجه دلوقتي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الشارع معناش معاه كتير، لكن المشكله في الجزء اللي هناك ده، لانه مش قادر يتنبأ ايه اللي وراه، تمام، لان هنا برضو يعني انا مش متاكد 100% اذا كانت دي اصلا فيتشر من الذكاء الاصطناعي بنسبه 100% ولا لا، ولكنها فيتشر قديمه نسبيا. هو بيشوف المشهد فيه ايه وبيحاول يكمله قدر الامكان. لو انا جيت احاول مثلا اعمل اريز برضو هناك، هلاقي برضو الدنيا باظت مني الى حد كبير. يعني ممكن في الوقت الحالي نبص الناحيه الثانيه، ممكن هنا الدنيا اسهل شويه. فبس طبعا في هنا العربيه، فما اعرفش ده هيظبط برضو معانا ولا لا، فممكن اظبط حجم البراش كده شويه، ابدا احدد على الشخص قدر الامكان. يمكن هناك احنا عشان حددنا جزء كبير فهو ده اللي عمل المشكله. طبعا البلور ده احنا ممكن نخليه مش مشكله خالص، يعني ممكن نشيل العربيه دي برضو وندوس اريس. طبعا احنا حددنا ده وحددنا ده، ف بنسبه كبيره جدا الجزء اللي على الشمال ده هيبوظ، الجزء اللي على اليمين ده قد يظبط نسبيا، يعني لو حد مركزش قوي مش هياخد باله نسبيا، ولكن الناحيه دي لا فعلا بايظه الى حد كبير. ولكن انا ممكن اظبط ده بان انا مثلا انا عارف ان هنا في شارع، فغالبا ايه لو عملت اريس للجزء ده ممكن يظبط شويه معايا. طبعا البراش حجمها كبير قوي فده مش افضل حاجه. بس ممكن بقى نبدا ان احنا نحاول نظبطها كده ايه حته حته، ممكن نروح اصلا ببرنامج تاني زي افينيتي فوت نظبط الصوره. طيب انا ليه جاي يعني اوريك حاجه او اجرب حاجه غالبا هتبوظ؟ الفكره ان انا لسه شايف الابديت الجديد ده من لومينار، وفي مجموعه من الادوات الجديده بالذكاء الاصطناعي برضو. طبعا لومينار بشكل اساسي بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. فتعالوا كده نشوف اول فيتشر، وهي الجين اريز دي. بص يعني الفكره هنا دي الصوره اهي، تمام، في اشخاص موجوده وفي فيل صغير مش عارف مش موجود هناك، وهو فيل كبير. بس الفكره هنا ان هو بالجين اريز ده شال الناس اللي كانوا موجودين ولا كانهم موجودين. بصوا ماشي، وطبعا الصوره بعد افضل، ممكن نشوفها تحت كده احسن. بصوا يعني فعلا تحفه، فعلا حاجه كده محترمه. يعني الفيل موجود مكانه، العربيات اتشالت من الايه من الصوره، وفي عندي نماذج تانية زي مثلا هنا شال الجزء اللي فوق ده، في هنا برضو شال الريفليكشنز من على النظارة، وده فعليا روعة. يعني دي فعلا خاصية جديدة وممتازة ما شاء الله. دي بالمناسبة لسه أول مرة أشوفها. هنا شيء مشابه، بس احنا اللي بنتكلم عليه إن حجم الشخص اللي موجود في الصورة كبير جدا، إن الذكاء الاصطناعي يقدر يشيلها ويحط لك وراها حاجة تحس إن الصورة متصورة كده، ده فعلا رائع. يعني هنا معرفش إيه اللي حصل، هنا في شخص هم شالوه، وهنا كمل الجزء الباقي من الجسم بتاع الشخص اللي واقف ورا ده. عندنا هنا بقى دي موجوده بالفعل في فوتوشوب وادوات تانية كتير، اللي هو الاكسبانشن او ان هو يكبر الصوره. الصوره هي فقط الجزء ده، لا هو كبرها اكتر من كده. نفس الكلام هنا برضو، الصوره الجزء اللي تحت ده ما كانش موجود فيها، عادي الذكاء الاصطناعي يكمله. نفس الكلام هنا، كمل يمين وشمال، وهنا برضو كمل فوق وتحت ويمين وشمال. بعد كده عندنا سيني سواب، ده وهو ببساطة بيبدأ إن هو يبدل جزء من المشهد بجزء تاني. يعني هنا مثلا دي بحيرة متدمرة خالص وشكلها صعب، فهو راح مغيرها بشكل تاني ألطف. هنا برضو غير لبس الشخص، هنا شال حاجة موجودة يعني في المشهد مش مرغوب فيها وما استبدلهاش، كمل بس شكل المشهد.
هنا غير السماء، مش عارف، حاسس دي مش جديدة قوي لأن بالفعل دي كانت موجودة في الأول، بس يمكن هنا بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة. في هنا استوديو لايت، ودي على ما أنا فهمت إنها بتغير إضاءة المكان، يعني دي كده المفروض إنها الصورة قبل، دي كده الصورة بعد، اللي هو إضاءات اتضافت والمشهد بيتفاعل معاها وكأنها حقيقية وتم تصويرها بالشكل ده، ونفس الكلام هنا. وده حلو جدا لانه كل ما يكون عندنا القدره احنا نعدل في اضاءه بعد التصوير ده بيكون رائع جدا، لانه في وقت كتير جدا ممكن تظبط اضاءه بتاعت مشهد او بتاع صوره وبعد كده تحصل مشكله او ما تطلعهاش بالشكل اللي انت عايزه، فيبقى عندك قدره ان انت بالذكاء الاصطناعي بعد ما تصور تعمل اللي انت عايزه، ده بصراحه رائع جدا. دي بقى خاصيه انا ما فهمتهاش كويس، وهي على ما انا يعني بحاول افهم كده ان هو بيضيف لك نيون للمشهد وكانك كنت مصوره وقتها، وبيعدل في اضاءه الصوره وفقا للنيون الجديد ده، يعني دي الصورة هي عادي مش صورة متاخدة عادية، هو هنا راح ضاف النيون والصورة اتغيرت، سواء الخلفية زي ما انت شايف الخلفية بقى فيها لون أحمر والشخص نفسه بقى عليه لون أحمر أكتر، نفس الكلام الصورة دي وهي بالمناسبة ما شاء الله تحفة يعني. هنا بقى في ووتر انهانسر، وده ببساطة بيحسن من صورة المية أو من الألوان بتاعة المية، زي ما احنا شايفين في كده الجزء المية هنا شوفوا بهتانة خالص، لا هو بيحسن المية وما بيجيش بقى جنب باقي الصورة تقريبا، فده حلو برضه، ولكن اظن في الاوتو انهانس او الاي اي انهانس اللي احنا كنا شفناها قبل كده اللي هي انهانس اي اي دي، اظن المية كانت بطبيعة الحال بتتظبط مع الصورة يعني، فيعني خاصية كويسة، ولكن معرفش بصراحة اذا كانت اقوى بكثير. طبعا هما دلوقتي عاملين عرض، فلو انت اوريدي عندك اشتراك مع لومينار فبيديلك اوبشن السنوي او اوبشن اللي بتدفع مرة واحدة فقط، فالسنوي ده بيكون $39، الوان تايم بيرشيز ده بيدي لك يعني دفع مره واحده لايف تايم، ولكن بيدي في حاجتين، في يعني ميزتين بتاعت الاستوديو والنيون والووتر بيديها لك مره يعني لايف تايم خلاص تستخدمها على طول، والجين اريس والسين اكسباند والسين سواب بيديه لك لمده سنه واحده فقط، يعني لو انت اشتركت دلوقتي قدامك سنه وبعد كده الاكسس ده هيروح. طبعا برضو ما فيش الاكستنشن باك والفيوتشر اكستنشن، يعني اكستنشن باك دي المفروض ان في مجموعه كبيره من الادوات بالاي اي، برضو لو رحت على اكستنشن زي اللي هتلاقيها منها مثلا اب سكيل لو انت عايز تكبر يعني حجم الصوره بتاعتك او تحسن من الجوده بتاعتها، تشيل نويز، تعمل اتش دي ار ميرج لو انت عندك خلفيه عن اتش دي ار، وده من الحاجات المهمه جدا مثلا في الريل استيت فوتوجرافي، وفي برضو يعني في نوعيه تانيه من الفوتوجرافي زي ان انت مثلا تصور النجوم والكواكب وكده، تشيل باك جراوند، تعمل فوكس ستاكينج، وده ببساطة انت بتاخد نفس الصورة بأكتر من فوكس مختلف وبعد كده بتدمجهم مع بعض فبيدي لك صورة شارب إلى حد كبير وهكذا. فيعني أنا شخصيا إن شاء الله غالبا هجرب هذه الخطة، فهحاول أبدأ أنا أجرب الأدوات الجديدة دي إن شاء الله وأعمل عنها فيديوهات. فلو أنت مهتم تشوف أكتر الذكاء الاصطناعي بيساعدنا إزاي في تعديل الصور، اتاكد ان انت تكون مشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد، وطبعا لو عايز بشكل عام وبشكل مستمر يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا فانت ممكن تتابعنا من خلال الديسكورد وممكن برضو من خلال التليجرام. احنا في الوقت الحالي مشغلين ذكاء اصطناعي كده، كل ما بننزل الفيديو على القناه بيجي هنا في ايبرينرز ابديت ده اللي ممكن برضو بالمناسبه نغير اسمه نخليه عربي شويه عشان يبقى سهل الوصول ليه، هتلاقي ان هو بينزل لك بشكل تلقائي الفيديو الجديد وحط لك الرابط بتاعه، فلو انت حابب او بتستخدم ديسكورد هيكون ممتاز جدا، لو بتستخدم تليجرام ممكن برضو تتابعنا هناك ان شاء الله، او طبعا من خلال يوتيوب مباشره. لو عندك بقى اي اسئله فممكن تكتبها تحت في التعليقات، انا حسام الدين حسن ودي قناه ايبرينرز، القناه اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي على وجه الخصوص، فلو انت مهتم بالسلسله دي سيب لك الرابط بتاعها تحت تقدر تروح تتفرج اكتر عليها